السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا بإذن الله راح أشرح طريقة التشفير باستخدام السيزر سايفر. السيزر سايفر هو بكل بساطة يشفر لك الحرف، ينقل التشفير من ثلاث خانات، يعني هنا مثلا البي التشفير حقه بيكون بيزود عليه ثلاث خانات، السيما البي والإي، يعني أشفر البي بيطلع لنا الإي، مع المثال بيتضح أكثر إن شاء الله. البلين تكست نستخدم بكلمة هيلو مثلا H E L L O، كم يشفر هذا بصفحة سايفر زي كذا H E L L ال H، هذا هو مكانه التشفير زي احنا حكيت الملاحظة اللي هي الانكربشن زود ثلاث خانات والديكربشن نقص ثلاث خانات. طيب ال H هنا ايش بعده؟ اي جي كي، اكتب هنا كي. طيب الاي اللي هذا هو نمشي ثلاث خانات اف جي اتش، الاي صار اتش. ال هذا هو ال ام ان او 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 اثنين نفسها، والاو هذا هو الاو نمشي ثلاث خانات P Q R. هذه هي السايفر تكست. احنا شفرنا الهيلو باستخدام السايفر طلعت معنا كي اتش او كي اتش دبل او ار. طيب كيف نرجع التشفير؟ نرجع الكلمه هذه الى الكلمه الاصليه، نسوي نفس الطريقه بس بالعكس. هنا زودنا ثلاث خانات، هنا ننقص ثلاث خانات. الكي فين الكي؟ هذا هو الكي، رجع ثلاث خانات جي اي اتش، الكي رجع اتش، الاتش هذا هو الاتش رجع ثلاث خانات ورا جي اف اي اي، الاو او هذه هذا الاو ان ام ال كلها، والار يرجع لنا او. هذا باختصار طريقه السيزر سايفر الانكربشن نزود ثلاث خانات والديكريبشن نقص ثلاث خانات. صلى الله وبارك.